الفضائية، ونحن في أحياء من أحياء أم درمان وحي العرض الحي العريق الحي الشهير، وكمان نحن في تجوانا لقينا أستاذ كماهير بأستاذ كمال أفرو. نحن في قعدتنا معه عايزين نعرف سر القعدة شنو في الحي وسر القعدة شنو في الشارع، فأهلا ومرحبا أستاذ كمال. أهلا وسهلا. مرحبا بك، أهلا وسهلا، كل سنة طيبين وعيد مبارك عليكم وعلى الشعب السوداني الكريم. نظر الله سبحانه وتعالى أن يشيل الوباء والوداء والمرض والغلاء من اليوم، مش من العيد، من اليوم ده، مش السنة الجاية، من اليوم ده الناس تعيش حياة سعيدة، حياة راقدة، حياة جميلة، حياة واحدة. شكرا أستاذ كمال. أستاذ كمال نحن معاك الليلة في حضرة سيادتك. أستاذ كمال يا ريت تورينا عن إنها تدير نبذة على الحي، الحي الشهيرة هي حي العرضة، وأنت دور كبير أنت في العرضة. أنا أبتكر الحي العرضة من أحياء العريقة اللي هو أنشئ سنة 1946-47، وهو تقريبا كله من ناس درمان الأصليين، من حي البسطة، من حي السوق، وحي يعني قسم بطريقة جميلة، وزع بطريقة جميلة، فيه اثنين ميادين جنوب وشمال قدام ليه، وبيفرضوا النادي بتاع الخور بتاع حي البسطة، ورا مدارس الأحفاد، يمينه شارع العرضة، يمينه شماله شارع العرضة، جنوبه على الهلال. هو بيتكون من 117 بيت تقريبا، توزي 700 أسرة متحابين متجانسين، ما عندهم غير أن يحبوا عرضتهم، لهم موقف مواقف حضارية جميلة جدا في كل المواقف في كل المناسبات، تلقاهم متلمين متجانسين متحابين. أستاذ كمال شكل العيد وهنا في حي العرضة يعني ما زال لسه العادات القديمة، الناس اللي لسه يعني متواصلة في عاداتها في ترابطها. العيد أنا أفتكر هو العيد، العيد يعني الفرحة، والفرحة ما بتتغير، يتغير المناخ ويتغير الشكل ويتغير الحياة اللي احنا عايشينها حسها. الحياة الاقتصادية الراهنة أثرت على كل شيء في الحياة، أصبحت الحلو مر عديدة، مش الحلو مر بتاع رمضان ذاك، الحلو الآن تشعر به مر. الناس الآن تهجس وتتخوف من العيد، ابتداء من بداياته، من ملابس الأطفال، من السوق، من التوابل، خليك من الخروف الحاجة البعيدة دي. الناس بقت تتخوف من انه العيد جاي، زمان بتفرح العيد جاي، حس تخوف العيد جاي، لانه ما بتقدر تقضي حاجات العيد، اصبحنا في ظروف سيئه، ظروف مريره، ظروف مؤلمه، لا رغم فرحته، رغم محبته، رغم محنته، اصبح لنا هاجس كبير جدا في حياتنا. استاذ كمال دارين نعرف معاك كمان شكل العيد داخل السودان وخارج السودان، بالنسبه لك كان شنو؟ وشكل العيد في البحر؟ ما في مقارنه، ما في مضاهاه بين خارج السودان، ما تقنبوا تلفوا ساكت وتدوروا ساكت، ما يكونوا مال خارج السودان، خارج السودان ده عالم. دقيقه، العيد داخل السودان طبعا عنده محبه، عنده طعم خاص لانك وسط الاسره وسط اهلك، لكن خارج السودان ده عايزين نعرف معاك النقاط، يعني انت في الغربه براك وهنا وسط الاهل، عايزينك تحكس لنا الارتباطات دي. يعني طبعا وسط الاهل في محبه وفي محنه وفي جمال وفي حاجات، لكن الان زي ما قلت لك اتمسحت الان، ما في. انت اذا ابوك اذا ولدك داير قميص تفتكر تجيبه له كيف؟ احنا زمان جلابيه وطاقيه وسروال ومركوب، العيد بيكون فرحه، لكن الان اصبح في مشقه وفي متاعب وفي في حاجات مؤلمه جدا. الواحد يتمنى ان يعيد برا البلد، صدقيني والله العظيم الظروف اجبرتنا نعيد برا البلد عشان المطالب الكثيره، عشان ما نزعل اولادنا، عشان ما نزعل احفادنا، عشان ما نزعل نسواننا، والنسوان ما بيرحمن، النسوان ما بيرحمن، دايره خروف كبير، دايره من حقها يا استاذ، من حقها يعني حتى العيد، من حقها حقه تتعايش مع الواقع العايش، صح ولا ما صح؟ يعني انا افتكر المراه السودانيه لو ما عايشت الواقع ده تبقى ما هي حنينه وما هي زوجه حميمه، وما جدا جدا انه ارحب باستاذنا الكبير الجويلي. تحيه له، وانت شرفتنا كثير يا استاذ، رغم احنا شغالين على الهواء، لكن برضو افتكر شرف لا يدانيه شرف انه نسلم عليك. انا افتكر يعني جد بكل امانه بكل صراحه، العيد زمانك احنا في العرضه دي هنا ده بعد الصلاه بنمشي النادي نتقبل التهاني مع بعضنا، بنيجي نفطر في الشارع، قعد الشارع ده له وضع خاص، قعدة الشارع دي لها وضع خاص. شايفين السلام والناس ماشية بتسلم يعني. طوالي بسلم زي 500 يوم في 500 مرة، لكن أنا بوريك إنه قعدة الشارع دي عندها يعني ملمة، عندها وضع خاص، هي ثقافة من ثقافة أم درمان. هي العرضة يعني في العيد وغير العيد، الناس دي متداولة يعني ماشية وجاية وسلامات وترحاب. أم درمان كلهم، خلي العرضة أم درمان كلهم بنقعد القعدات دي لا نكهتها ولا طبعتها ولا جمالها ولا فرحة، بنقعد دائما وابدا دائما وابدا بنقعد في ال في ال في ال في ال انا سعيد جدا جدا ان تكون معي حبيبي، كل سنه وانت طيب وكل عام انت بخير،
وشرف إيادي لي شرف، وده عيد سعيد نزلت فيه ملائكة السعد من السماء إنه نشوفك والله بعد فترة. والله العظيم. كيف أحوالك؟ الله يديك العافية. أحوالي طيب. الحمد لله رب يديك الصحة والعافية. فتعرف القعدة بتاعت الشارع دي لا نكهتها ولا جمالها ولا، زمان بنقعد في الجمعة وفي العصريات، الآن أصبحنا مجبرين نقعد في أي لحظة الانقطاع. جد بأمانة نتكلم بصراحة، هسه الكهرباء قاطعة جدا، ده أكبر دليل إنه كنتوا أكرمناكم في الشارع. لكن الحمد لله يعني يا أستاذة سبب انقطاع الكهرباء يعني فيه حاجة كويسة إنه الناس كلها بتلاقى في الشارع. يعني دي ما حاجة بعيدة. ما دي نقول هنا أولى الشوارع. لكن زوارق الشارع زي ما قلت لك نكهته الخاصة ولو طبيعته الخاصة. الآن أصبح الشارع هو الملاذ الوحيد. الشارع أصبح المكان الوحيد لتجمعنا ولتلاقينا ولمكانتنا ولمحبتنا، يعني صوالينا دي نفتحها كيف؟ لا مكيف، لا مروحة، التلاجات خربت، المكيفات خربت، نحن أصبحنا وكنا أمرا من الله بعد الحاصل. أستاذ كمال أنت منزلك ده فيه بتحيطه يعني عمالقة من الرياضة، فدايرين إنك أنت تورينا دورك عن الرياضة وأنت واحد من عشاق الرياضة. الرياضة دي بالنسبة لي أنا يعني متعة، ويمكن أكون مرتي ثالثة الرياضة، مرتي الثالثة، وده الرياضة دي أنا بحبها أكثر من حاجات كثيرة جدا. لكن الآن زي ما قلت لك ما في متعة يا أستاذة، ما تجر، ما في نكهة، لا بنصفق لا بنقعد لا مش لكن الونسة كل حسد بديك ذاته. يا سيدي معلي يقول لك كهرباتكم قطعت، قطعنا امبارح، انتم برمجتوا برمجتكم بيتين، يعني اصبحنا حاجات عجيبه جدا. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وفي ضيافتنا اهلا وسهلا بك الاستاذ، وكل سنه وانت طيب. كيف يا اخي؟ السلام عليكم، كل سنه طيبين. طيب منورنا الليله معنا في الجلسه. الله يخليك. نحن طبعا هسه زي ما قال لك استاذ كمال نحن الدنيا عيد وكذا، جينا اشتهينا المكان ده بنجي نضرب الفول بجاي. بعدين استاذ كمال ابو ما ضربوا الفول كلها فول صدقيني. ويعني استاذ كمال ابو ده انت سالتيه قبل شويه من بيتك والرياضه والعلاقه ووضع الشارع والناس ما شاء الله، يعني بيته الثاني بطريقه غير مباشره. مش وضع الشارع بس، كمال ده بيته بشماله استاد الهلال وبيمينه استاد المريخ وجنبه محمد بن درمان العلمي والاحفاد بيجاي محاط بالرياضة. بيته ده بعد 40 سنة سيتحول إلى موقع أسري، وشوفوا لي بيت تاني إن شاء الله. أستاذ كمال والله نحن سعيدين كوننا الليلة كنا معاك في دارك وكنا معاك في الشارع وفي العرضة، وديتنا نبذة عنها وعرفتها عننا، فدارينك تهني المستمعين وتهني صادقات لكل الشعب السوداني دون فرز، حتى المغلوبين على أمرهم، إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم هذا الوباء وهذا القلاء، وأن يضحوا جميعا، ونقول لهم كل سنة طيبين، وإن شاء الله السنة دي ما السنة الجاية السنة دي ربنا يصلح الأحوال. وأنا واحد الناس ليس متشائما وليس متفائلا، عايش في النص لأنه ما عارف أعمل شنو صراحة. إن شاء الله ربنا يصلح الأحوال ودوم السعادة ونمر الفرحة على كل الناس، وأنتم بالذات أنا الخرطوم أشكر، أنا الخرطوم أشكركم جزيلا. يعني أنا أفتكر دائما كنتوا سباقين لعمل هذا العمل الجميل، كنتوا دائما متفائلين، وده اللي عاجبني فيك. هسه كلامي ده كله تفاؤل، واتمنى ان ربنا يحقق لك امانيك. صح، الله يديكم العافيه. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، كانت هذه جولتنا في احياء ام درمان، واحده من الاحياء كانت حي العرضه، وكنا في صحبه الاستاذ كمال محمد سعيد الاستاذ كمال افرو. سعيدين بمتابعتكم لنا، وحيين بنتلاقى. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.